الأزمتي في سوريا عام 2011 لجأ أكثر من 5,600,000 سوري إلى البلدان المجاورة. الأردن ثالث بلد بعد تركيا ولبنان لجهة عدد اللاجئين السوريين إليه، استقبل 670,000 شخص منهم، ويفتقد 730,000 طفل من أطفالهم للتعليم المدرسي. غالبية اللاجئين السوريين يعيشون في القرى والمدن، والمفرق هي إحدى المحافظات الثلاث الأردنية التي سجلت عدداً كبيراً من هؤلاء اللاجئين، فكان على المدارس المحلية رعاية أطفالهم ودمجهم في صفوفها، من ضمنهم أطفال ذوو احتياجات خاصة. عبد الرحمن عمره 8 أعوام، يعاني من الشلل، ما جعله غير قادر على السير. إنها السنة الأولى له في المدرسة. كل شيء بحبه هو الأنماني. كل شيء. في مدرسة قرية الحمراء عبد الرحمن يعامل كأي ولد آخر، لكن لديه احتياجات خاصة. المدرسة هي جزء من برنامج تعليمي شامل وضعته منظمة ميرسي كوربس العالمية ويموله الاتحاد الأوروبي. عبد الرحمن ظل سنتين بلا مدرسة لأن المدارس غير مجهزة لاستقباله. نتعاون مع المدارس من خلال تأمين معلمين مساعدين لها، كما نؤمن لها اللوازم والتكنولوجيات المساعدة لتعزيز جودة التعليم الذي يتلقاه جميع الأطفال، من بينهم الأطفال ذوو الاحتياجات الخاصة. حالياً يتلقى 300 طفل دورات إعادة تأهيل. أعداد اللاجئين السوريين ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن غير دقيقة، لكنها تقدر بحوالي 15,000 طفل، 3% منهم فقط يتابعون تعليمهم المدرسي. أما أسباب هذه النسبة الضئيلة لا تتعلق فقط بالنظام التعليمي الأردني، وإنما أيضاً بظروف اللاجئين الاجتماعية والاقتصادية، من ضمنها نسبة الفقر العالية بينهم. هون بمدرسة قلنا لهم قال ما فيش معاقين، تعال يصير عندنا من دخلكم. لازم يروح، ما بده يصير يعرف بغد لا كبر، ما بده يعرف الاسم يعرف. توجهنا إلى العاصمة عمان للقاء كريستوس ستيليانيدس المفوض الأوروبي للمساعدات الإنسانية. الاتحاد الأوروبي ساعد حتى اليوم بأكثر من 10,600,000,000 يورو منذ بدء الأزمة السورية. في حالات الطوارئ التعليم هو المجال الأقل تمويلاً في مساعداتنا الإنسانية، ولهذا السبب رفعت 10 مرات ميزانية التعليم في حالات الطوارئ. ما هي أهداف الاتحاد الأوروبي لجهة تعليم الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة؟ العام المقبل على جميع المشاريع الإنسانية أن تتضمن الخصوصيات المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة. وجهتنا التالية هي إربد الواقعة شمالاً قرب الحدود السورية لزيارة مدرسة أخرى يمولها الاتحاد الأوروبي. دارين إحدى المعلمات والمعلمين الذين دربتهم منظمة ميرسي كوربس وموزعين على كافة الأراضي الأردنية. دارين تدرس لغة الإشارات للأطفال الذين لا يعانون من إعاقات، والهدف تعريفهم بذوي الاحتياجات الخاصة، كما تؤكد لنا بمساعدة مترجمة. المرة الأولى التي جئت فيها إلى المدرسة لم أكن أعرف كيف أتواصل مع التلاميذ والمعلمين، لكن اليوم الأول في الصف كان سهلاً جداً، وقد أحب التلاميذ لغة الإشارات. وكمان عنا ابن خالي كان هو صمت وما بعرف أتصرف معه، حالياً صرت أعرف أتصرف معه. دارين مثال حي على الاندماج، لكن هذا الاندماج غير متوفر لكل الأفراد، أكانوا مواطنين أم لاجئين. فدارين انتظرت 7 سنوات قبل حصولها على عمل. مؤخراً تبنت الأردن قانوناً جديداً خاصاً بحقوق ذوي الاحتياجات الخاصة، مع مشروع استراتيجي لتطبيق أفضل ما تم اختباره لهم في البلاد.